آخ يا أبو محمد آخ آخ شو مشتاق يكون عندي بيت هيك غرفتين وصالون مبلطين مهندسين حلوين يا سيدي مو غرفتين غرفة يا سيدي مو غرفة لك صالون هيك يعني قرن الواحد يتقوى فيها لك أخي حيطين بلوك وأرض وين ما كان والله لم عندي اشكي يا محمد جاوبني والله انت مالك نفعان لا للخل ولا للخردل يا ابو محمد مين انا بدي احكي رح احكي مع هالعالم الله يفرج علينا وعليكم بكل آن وكل اوان حارتنا ضيقه ومنعرف بعض نعرف بعض كبير وصغير وما بيلحم على التناك الا الاصدير وشغلتنا الاخذ والعطا ومن يوم يومنا لبعض ستر وغطا احنا فيها والله يعمر بيوتكم ويسلم ايديكم اللي بانيها دارت الايام والجشع عام وصار فينا مثل الافلام نسينا اللي مضى واللي فات وعملنا كارنا العقارات وكله صار يفهم بالإنشاءات والتعمير ويدعي المعلمية والتدبير واشتغلت السمترة بالناس المعترة مزاودة ومضاربة وتدليس لعنة الله عليك يا إبليس قلبوا الدنيا فوقاني تحتاني قصوا ولفوا براني وولعوا الأزعار وصار كار اللي ماله كار حمى وضربت وبيوتنا خربت نصب واحتيال ودهلزة وطبيب فال شو عدا ما بدا الله لا يسلم ايديهم اللي ابتدى الشاطر بده يعمل تاجر عالتاني ويساوي فيها كاني وماني اسعار البيوت صارت بالويل وطالعة مثل سباق الخيل النجاج بسعر العاج وأوضة مترين بمتر صار وبيكسر الظهر الأول فني بيخليك انت وماشي تغني وسوق داشرة وفلتانة وعيون الرقابة عميانة والله يعين الناس على وجعة هالراس مو هينة قصة السكن لك الله يلعن هالزمان وهالمجالس بلدية ان شاء الله تروحوا بلدية حاميها حرميها ماسكين بداننا وعم تنتفوا فيها وجود الخل عمو منه وفيه دور عليه بتلاقيه فاخرتها معكن الناس بدها تعيش بكفي سرقة ونهب وتهميش من حق الشعب انه يسكن ويتأهل وين ما كان لا بده يشارع ولا يتدلل حرام اتقوا الناس بحقوقة وحطوا كل قصة بسوقة الشباب هن ثروتنا شوفوا لولاهم كيف صارت حالتنا يلي عم يحرق قلب شب مصطي النية الله يحرق قلبه ويمنع عنه الذرية وانتي وانا يا ريت عنا كوك بفي الحور والكينا مالك معي بلوه محمد ادعي لك ادعي آخ اللهم يا صاحب الأرض والسماوات هذا حال العقارات فانظر في حالي اللهم أنا عبدك أحمدك في السراء والضراء بني جلدتي لا يسكنوني في الأرض فأسكني إلى جوارك في السماء ربي ارحم الناس في المسكن فإن وضعها قد أزمن اللهم اخفض في اجار العقارات الدكاكين والمحلات والشقق والفيلات والعن المزاولين في المسكنات ولا تسكنهن في الاخره مسكنا امنا حرمونا اياه في الدنيا ولك الامر بالذات يا رافع السماوات نجنا من ماواك امين اللهم امين والسلام قبل الختام لا حول ولا قوة إلا بالله على حاجيك من المهور الله وكيلك رب.